بداية يا عم حسني، احنا عايزين نعرف المشكلة بدأت منين. المشكلة دلوقتي ان الحكومة عملنا نقابات، النقابات دي بتلم مننا فلوس على مدى 30 سنة، وبيقولوا ان احنا خاضعين لوزارة النقل البحري، احنا بحارة السفن، واحنا مش خاضعين لوزارة النقل، والوزارة النقل واخدانا عشان تلم علينا فلوس، وجينا وفوجئنا باتفاقية سنة 2006 الدولة ما رضتش توقع عليها. جم دلوقتي الاتفاقية بعتت لهم قالت لهم انتم معاكم معانا اخر 1/8/2013 ان ممنوع اي بحر مصر يطلع على اي سفينه غير بتامين صحي وتامين اجتماعي. هنا الخلاف بين وزاره النقل ووزاره القوى العامله، احنا تابعين القوى العامله، وزاره النقل واخده الصندوق بتاعنا بتاع الفلوس والتحصيلات اللي هي غير قانونيه، وبتلم مننا فلوس 25 جنيه من كل فرد لما يجي عين على مركب، وبتلم 20 جنيه اشتراك ده اجباري، ومع ان القانون في كل عام بيقول لك لم يتم تجاوز اي مبالغ من اي بحر حتى وصوله للسفينه. بنسال الفلوس دي بتروح لمين؟ محدش عارف. الكلام ده من سنه 79، الكلام ده من سنه 79 بياخدوا منها فلوس، ووزاره النقل بتاخد من كل مركب بيعدي القناه 25 دولار من سنه 2003. الفلوس دي مين بياخدها في البلد؟ احنا مش عارفين. وفي نفس الوقت مالكوش تامينات ولا معاشات. احنا لا لنا تامينات ولا لنا معاشات، وممنوع نشتغل في القطاع العام، ممنوع نشتغل في قطاع الحكومه، ولا لكو سيفتي ولا لينا سيفتي، وممنوع ان انا اخد شقه، ممنوع اي مميزات في الدوله. ايه اللي بيربط بيني وبين الدوله؟ انا عايز اعرف الجنسيه اللي في البطاقه مش عايزينها. زكاه الجنسيه اللي في البطاقه بتربط بيني وبين الدوله، وكل مكان اروح ادفع فيه فلوس وانا ممنوع من كل حاجه، انا ممنوع من المعاش، ممنوع من التامينات، وممنوع ان انا اي حاجه مميزات في الدوله ممنوع فيها، ممنوع اشتغل في قطاع الحكومه، ممنوع اشتغل في القطاع العام. طب احنا تابعين لمين في الدوله؟ طب ايه الخطوات التصعيديه اللي انتوا خدتوها علشان تطلبوا تنتزع حقوقكم دي؟ احنا اول حاجه بعتنا من 3 ايام لقائد الجيش. طب خلص بس خلص. احنا بعتنا لقائد الجيش من 3 ايام، وبعتنا لمحافظ السويس، وبعتنا لمدير الامن ان احنا هنعمل اعتصام مقطوع عند المينا، محدش سأل فينا، وزاره النقل عارفه، مدير الامن عارف، كل الجهات المختصه بعتنا لها، محدش سأل فينا. النهارده اليوم الرابع، بعد الثلاث ايام اللي اخدوها مهله يبقى كده 7 ايام، ان شاء الله المده التصعيديه القادمه ان احنا هنقفل ميناء بور توفيق. طيب انتوا ايه مطالبكم النهائيه او مطالبكم اللي انتوا متوحدين عليه؟ احنا مطالبنا عايزين تامينات اجتماعيه، عايزين تامين صحي، عايزين فرص عمل حقيقيه، عايزين صندوق البحاره اللي نايم عليه وزاره النقل في 15 مليون جنيه، عايزين الحاجات دي بتاعتنا كلها، تشغيل البحاره. تمام. احنا لينا مطالب شرعيه. كل حاجه يعني احنا لينا مطالب شرعيه. دلوقتي كل عامل وصول انت تابعي، بس مش قادر اخد الصندوق بتاعك من وزاره النقل، عشان وزاره النقل لو طلعت الصندوق السرقات اللي فيها تتكشف. طيب كلمه في النهايه عايز تقولها للناس؟ عايز اقولها للناس، يعني انا عايز اقول للناس ان مفيش اي قيادي في الدوله محطوط صح في مكانه. اتفضل. احنا حضرتك دلوقتي يعني احنا معتصمين بقالنا 4 ايام دلوقتي حضرتك. وطبعا مفيش حد من اي حد مسؤول جالنا، ولا اي حد من اي حد من الدوله اصلا مش حاسس بينا. بحارة السويس محدش حاسس بينا حضرتك. احنا حضرتك دلوقتي انا بقالي في البحر دلوقتي 17 سنه. ما كنتش انا اسعى وادور على شغل ليا، ما بشتغلش، بقعد في بيتي. لو طلعت مركب عملت منها مثلا زيان 7000 8000 بقعد قصادهم 4 شهور بصرفهم حضرتك، سليم؟ يعني غير كده ان انا مفيش فرص عمل متاحه لينا، سليم؟ ان احنا كده حضرتك حتى احنا كده مفيش تغيير اصلا، من العهد القديم من العهد الجديد مفيش اي تغيير حصل لنا. مفيش اي ثوره، ما اي تغيير حصل لنا حضرتك. تمام؟ غير كده حضرتك احنا ايه بتلم مننا فلوس بصندوق، احنا لغايه وقتنا هذا وزاره النقل بتقول ان ما تعرفش حاجه على الصندوق ده، القوى العامله بتقول ما تعرفش حاجه على الصندوق ده، احنا مش عارفين فلوسنا اللي اتلمت مننا السنين اللي فاتت دي كلها. ايديكم مستندات تثبت؟ عندنا معانا مستندات حضرتك تثبت بكده، معانا وصلات كنا بندفع بيها حضرتك، سليم؟ واحنا تابعين للنقابه، النقابه سرقانه، يعني النقابه حضرتك سرقانه، سليم؟ وبنتنقل بالنقابه للنقابه، النقابه اللي هي النقابه التابعه لاتحاد عمال مصر. ايوه بالظبط كده، حضرتك حاليا دلوقتي بيمثلوا نقابه اسمها النقابه المستقله او النقابه العامه، سيان هم الاثنين بياخدوا مننا رسوم، واحنا طالعين المركب ما نعرفش الرسوم دي بتروح فين حضرتك، لا لينا تامينات ولا لينا معاش ولا لينا اي حقوق في الدوله، ولا حقنا نتوظف ولا منعنا من كل حاجه، احنا بنمضي على اقرار ان احنا ما بنحتاجش اي وظائف حكوميه. سليم حضرتك؟ فاحنا دلوقتي احنا بندور على يا اما يتوجد لنا وظائف حقيقيه، لان احنا عمالين ناخد وعود من الناس كلها وعود فاشله. سليم؟ وحضرتك دلوقتي ما كانش الواحد فينا يسعى ويدور عشان يلاقي مركب ما بيعرفش يشتغل. بس على اللي انا اقدر اقوله ان احنا اصلا يعني نعتبر حقنا ضايع في الدوله. تمام. طب انتوا شايف يعني انت يعني موقفك ايه من اللي بيحصل؟
يعني ايه الخطوات اللي انت ممكن تاخدها؟ ايه الخطوات التصعيديه اللي انت ممكن تاخدها؟ احنا دلوقتي بقى لنا اربع ايام احنا مقصرين سلمي قدام باب خمسه الناس في السليم، مقصرين بقى لنا اربع ايام سلمي، محدش حتى حضرتك لسه يعني حتى ولا حد حتى حاسس فينا اللي بيعملوا ايه. حتى احنا في الدوله مش معترفه بالبحاره. تمام. وحضرتك احنا طول عمرنا متغربين، يعني انا بتغرب عشان اجي اصرف على بيتي وعلى عيالي. صيام بحاولش قرش باجي اصرفه على بيتي وعلى عيالي. لو قعدت بالشغل لو لقيتش مركب بقعد من الشغل، ماليش شغلانه غيرها، والدوله ما مش موفره لنا اي وظائف، رغم ان احنا بلدنا فيها وظائف كتيره. انت تبع قطاع عام ولا قطاع خاص؟ احنا قطاع خاص حضرتك. يعني متضررين من سياسات الخصخصه. بالظبط كده، احنا تبع احنا مالناش اي حقوق، الدوله مش معترفه بينا حضرتك اصلا. يعني الدوله مش معترفه ببحر مصر. غير كده حضرتك ان احنا بنطلع شهادات وباسبور، احنا بنجدد الباسبور والشهادات على حسابنا في الاكاديميه. يعني حضرتك اللي بيقول انا عايز سبع شهادات او ثمان شهادات عشان اشتغل بيهم، بجددهم على حسابي كل خمس سنين. بجدد جواز السفر على حسابي. بس حضرتك انا اقدر اقول. طب ايه المطالب بشكل؟ المطالب احنا عايزين نشوف حضرتك الصندوق بتاعنا اللي اتلمت الفلوس دي راحت فين؟ النقابات اللي قاعد تلمها السنين اللي فاتت كلها. من 79 وهي بتلم الفلوس. غير كده حضرتك احنا عايزين يوجد لنا فرص عمل حقيقيه، تامينات، معاشات، تامين صحي، مالناش في الكلام ده خالص. تمام. ولا الدوله معترفه بالكلام ده. تمام. واحنا عندنا حضرتك شركات كتيره في السويس. عندنا شركات كتيره. وعندنا قطاعات كتيره فيها كذا قطاع البحر. مش معترفه برضه ببحاره السويس. تمام. بتجيب بحاره من بره، بتجيب البطايق، واحنا بنصرف على الشهادات وعلى الباسبورات. تمام.